الأسرار، ويسعد مساك يا إيمان ومسا كل المشاهدين اللي قاعدين يشوفونا الحين على روتانا الخليجية. طبعا مشاهدينا في الرياض انطلق برنامج اسمه تجوري مزولة من جمعية الزهايمر، وكاميرا سيدتي دائما سباقة لمتابعة مثل هذه الفعاليات كانت في قلب الحدث. راح نشوف هالتقرير ونتابع إيش صار من خلاله. لا زالت جمعية سعودية الخيرية لمرض زهايمر تسعى في بسط مظلتها التوعوية والتثقيفية بالمرض بطريقة فاعلة، فلطالما كان أسلوبا انتهجته الجمعية لجذب وترسيخ الصورة واقترانها بالحدث. طبعا مثل ما شفت اليوم في مشاريع وعرضت وفاز معنا ثلاث مشاريع، وكما شاهدتم في اليوم في الفعالية أن هناك شركات كبيرة ومنشآت صغيرة، وتواجد كذلك وزارة التجارة والاستثمار بجميع منتجاتها. تتعاون الجمعية مع الشركات ومتعاونين لدعم الجمعية، وتكونت على أساسها مجموعة مزولة التي تجمع فيها شركات مختلفة تساهم في العمل التطوعي لصالح الجمعية، وكان هذا اليوم يوم مناسب لتكريم هذه الجمعيات من قبل معالي وزير التجارة الأستاذ دكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وتم أيضا تكريم الوزارة نفسها للدعم المتواصل لهذه الجمعية. طبعا هذا الإيفنت إيفنت خاص للتواصل المجتمعي، منها أصحاب العمل يقدروا يستفيدوا من الشركات الكبيرة اللي موجودة عندنا بالسعودية، وكمان يستفيدوا من المختصين والمستشارين من وزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكمان من الشركات الخاصة. جمعية ألزهايمر مهتم جدا بالرياديون والمجتمع وإفادة المجتمع بشيء مفيد أكيد، يعني احنا نحاول اكثر قد ما نقدر ندعم المجتمع، وفي نفس الوقت يعود كل الريع الى مرضى الزهايمر واهاليهم. تجوري مزولة هي مبادرة لدعم أفكار ومشاريع الريادة المجتمعية بطريقة مبتكرة، حيث استبدلت فكرة شراء التذاكر فقط لحضور الحدث بنشاط يحفز الذاكرة عن طريق حل الألغاز والتعرف على الأعراض التي يمكن أن تصيب مرض الزهايمر. تجوري مزولة، رحب بضيفتنا عبر الهواء مباشرة سارة الرشيد، مديرة التثقيف الصحي ورعاية المرضى وذويهم بجمعية الزهايمر. هلا بك استاذة سارة. اهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكي. ومساك يا رب. نبي نسألك على تجوري مزولة في دورته الثالثة لهذا العام، ليش سميتوه بهالاسم؟ طبعا اول شيء انا هحكي عن فكره المبادره نفسها. احنا طبعا كجمعيه سعوديه وخيريه تحت مظله وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، مثلنا مثل اي جمعيه اخرى عندنا اعضاء عاملين في الجمعيه. ففكره مزولة جاءت من عضو من احد اعضاء الجمعيه اللي فكرت انها تكون مجموعه من الاعضاء معها ويبداون بعمل انشطه وبرامج ومشاريع يعود ريعها لمرضى الزهايمر. طيب لو سألناكم عن اللي راح تقدمونه، راح تقدموا مزولة أكيد توعية عن الزهايمر، وأيضا أكيد في أشياء ثانية غير التوعية. صحيح. طبعا هي فكرة المسمى جاءت كلمة مزولة حتى فيها من نوع من أنواع الوعي. احنا كنا نحاول دائما أنه نخلي الناس هي اللي تسأل تفسر إيش المعنى ويصير فضولها، وبالتالي هي اللي تكتسب المعرفة من نفسها. فكلمة مزولة هي الساعة الشمسية قديما، وهي احد اهم اعراض مرض الزهايمر اللي نحكي عنها اللي هو الوقت. نعم. فهي الربط صار بينها وبين مزوله عن اعراض مرض الزهايمر، وكيف مريض الزهايمر يبدا يعني يصير عنده في لبس في الوقت ولخبطه في المواعيد، وكيف الاعراض الاوليه اللي تظهر بالنسبه لمرضى الزهايمر. فالمبادره اطلقنا عليها مزوله، وتكونت من مجموعه من اعضاء وعضوات الجمعيه العاملين. فكرتها أنها إن شاء الله تكون نموذج يعني يحتذى به من كل الجمعيات الخيرية اللي عندهم أعضاء، إنهم يفعلون هذول الأعضاء يستفيدون من مواهبهم وقدراتهم وتخصصاتهم المختلفة بما يخدم الهدف الأساسي للجمعية، وهو بالنسبة لجمعية الزهايمر مرضى الزهايمر وأسرهم.
طيب انتم اخترتم اسم تجوري مزولة، من اختار هالاسم هذا او المسمى نقدر نقول لهذا النشاط؟ طبعا هو جاء بعد يعني اجتماع مع الاعضاء مبادرة مزولة اللي كانت الفكرة فيه انه احنا كنا قاعدين نفكر نستخدم مسمى قديم يرتبط بالالزهايمر وكذلك يكون لها يعني ارتباط بالحدث القائم. نعم. ففكرت في تجوري مزولة اللي هو كان يجمع عدد من الشركات الرائدة وقطاعات يمكن يصعب على الشباب انهم يلتقونهم بشكل يعني ميسر وسهل بالنسبه لهم، او مثلا الاعمال الناشئه اللي عندهم مشاريع صغيره وبداوا فيها ما هم عارفين كيف ياخذون فرصه لقاء شركات كبيره وصار لها يمكن سنوات عديده في المملكه، فاحنا وفرنا لهم تجوري مزولة الحدث الختامي اول شبكه تواصل مجتمعي تضم نخبة من الشركات هذه، فأطلقنا عليها تجوري مزولة لأنه حتى سبقها كان نعم كرنفال الطيبين سبقها السنة الماضية أو الدورة السابقة. صحيح. كرنفال الطيبين كان أيضا عندكم. صحيح. من ضمن النشاطات، وهذه السنة تجوري مزولة، إيش الجديد بالنسبة لكم إن شاء الله السنوات القادمة؟ هل في خطط مستقبلية؟ في مبادرات ان شاء الله راح تكون؟ دائما نسعى نعزز اعضاء المبادره وندربهم ونؤهلهم ان شاء الله ويقيمون باكبر عدد ممكن من البرامج والمشاريع اللي كذلك يعود ريعها لجمعيه الزهايمر ولمرضى الزهايمر تحديدا. كل التوفيق لكم وان شاء الله ننتظركم ايضا كما عودتونا وعودناكم ان نكون دائما متابعين لكم لمثل هذه النشاطات المهمه جدا لمرضى الزهايمر. ساره رشيد مديره التثقيف الصحي ورعايه المرضى وذويهم بجمعيه الزهايمر، شكرا لوجودك معنا عبر الهواء مباشره. اما الان مشاهدينا راح ناخذكم الى فاصل قصير واكيد مكملين معكم فقرات سيدتي، فابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. هل فكرت يوما كيف تتغير حياة الإنسان ويتأثر سلوكه بسبب وظيفته؟